فلاش سبور. مرحبا، اهلا وسهلا بكم على موجة الاذاعه الوطنيه التونسيه. منتظر ان مكتب الرابطه الوطنيه لكره القدم ينظر في اثاره النادي الافريقي ضد اتحاد بنغردان، وايضا اثاره ترجي جرجيس ضد الملعب التونسي غدوه ان شاء الله بعد ما تم التاجيل بطلب من الدفاع. من اخر اخبار، الانديه التونسيه قوي في القفصه بعد الاتفاق مع المدرب سمير جويليا للاشراف على الفريق، اتفاق مع الحارس رامي جريدي في صفقه انتقال حر، بالاضافه لتعاقد كين مع لاعب برازيلي هو اللاعب سانتوس لمده زوز مواسم. قوي في القفصه هو اللي يفتتح الجوله الاسبوع هذا، الجوله الثانيه يوم 14 سبتمبر بملاقات ترجي جرجيس، مقابله باش تلعب مع 3:30، ونهار السبت ايضا المقابله اخرى مبرمجه في نفس الاطار نفس الجوله، الاولمبي البيجي يلعب ضد مستقبل قابس مقابله دون حضور جمهور. في باقي مباريات الجوله، يوم الاحد 5 سبتمبر لقاء اتحاد تطاوين ونادي الرياضي البنزرتي، ثم 22 سبتمبر 4:30 النادي الافريقي ضد شبيبه العمران، 25 سبتمبر زوز مقابلات مع 3:30 مستقبل سليمان ضد الترجي الرياضي التونسي، النادي الرياضي صفاقسي ضد اتحاد بنغردان. ختام الجوله 26 سبتمبر بديربي بين الاتحاد الرياضي المناسيري والنجم الساحلي، والملعب التونسي يلعب ضد نجم المتلوي مقابله ويكلو، بتبيعه مقابلات هذية على اكثر من تاريخ بحكم انه الانديه التونسيه تلعب المسابقات الافريقيه اخر الاسبوع. كرة اليد، البطولة الافريقية للاوسط بالمهدية، وايضا بقصور الصيف بعد فوز اول المنتخب التونسي ضد ليبيا 31 مقابل 21، المنتخب التونسي اليوم 6 يلعب ضد رواندا، وقبلنا ما 3 مصر تلعب ضد غينيا، وذكر ان رواندا اللي نلعبوا لها اليوم كانت انهزمت امام الجزائر بفارق مش كبير 38 مقابل 35. في الافرو باسكيت، بنات في جنوب افريقيا اقل من 18 سنة دور ربع نهائي غدوة، المنتخب التونسي يلعب ضد اوغندا بعد 3 انتصارات جنوب افريقيا الكاميرون وأيضا رواندا. من أهم مقابلات التصفيات الخاصة بالكان، المقابلات تتواصل، مصر اليوم تلعب ضد بوتسوانا، باش يتم التأخير في التوقيت بحكم أن بوتسوانا 6 ساعات فقط على وصوله إلى مصر. في بقية البرنامج، الموزمبيق تلعب ضد غينيا بيساو بعد لحظات فقط، مالي ضد إسواتيني، جنوب السودان ضد جنوب أفريقيا، البنين تلعب ضد ليبيا، والكاب فير تلعب ضد موريتانيا الفائزة في الافتتاح. من أهم نتائج البارحة، السنغال فوز على بوراندي بهدف 0، وهدف المغرب على لوزوتو في اللحظات الأخيرة بفضل لاعب إبراهيم دياس. من أهم المباريات اللي تبع فيها الجمهور بالتأكيد تصفية آسيا المؤهلة للمونديال في جولتها الثانية، والمقابلة اللي نتصور أن الجمهور السعودي عطيها أهمية كبيرة، السعودية اللي تلعب مقابلتها ضد منتخب الصين كانت منهزمة في الشوط الأولاني حتى 39 دقيقة عدلت 1-1، وإحنا في وقت الراحة، وعليش الأهمية للمقابلة هذه بحكم أنه فريق المنتخب السعودي كان تعادل ضد أندونيسيا في الافتتاح. بالتأكيد زملائي يرجع معكم على بقية البرنامج في تصفية آسيا، تصفية دوري الأمم أو دوري الأمم الأوروبية، وأيضا تصفية لام سيود. نتقابل معكم إن شاء الله في مواعيد قادمة. يحدث في تونس 120 دقيقة من الاثنين للخميس.